المرأة والسطور والقصة الحقيقية لفيلم المرأة والسطور، عكس الفيلم خالص القصة الحقيقية اللي هنعرضها معانا النهاردة. هي جريمة استفزت صناع السينما المصرية وحولتها لفيلم وأطلقوا عليه المرأة والسطور، وشاهدوا الملايين في مصر والوطن العربي كمان، بس إن حقق نجاح غير مسبق. وللأسف القصة الحقيقية تم تنفيذها في الواقع من خلال اتنين، أول واحدة سميحة عبد الحميد، أما التانية اللي نفذتها برضو على أرض الواقع كانت ناهد الأفاص. القصة الأولى نفذتها سميحة عبد الحميد وقطعت جوزها وكمان حطته في كياس ورمته في الشارع، وبعديها بخمس سنين تقريبا نفذت نفس الواقع لتاني مرة ناهد الأفاص، وهنعرف التفاصيل المرعبة معي. كررت الواقع تاني بتقطيع جسد جوزها وكمان فصل الراس وحطته في كياس ورميت جثته في الشارع. بالنسبة للواقع الأولى فتم تنفيذ حكم الإعدام فيها، أما الواقعة التانية فخدت 15 سنة سجن بس. فيلم المرأة والسطور خرج للنور وخرج للشاشة وبدأ الناس يتفرجوا عليه في يوليو عام 1996، وكانت البطلة في الفيلم زي ما احنا معارفين نبيل عبيد، والبطل كمان أبو بكر عزت، والفنان ماجد المصري، والفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، وكمان دنيا عبد العزيز وزوزو نبيل، وعدد من الفنانين اللي جسدوا الأبشع جريمة قتل في تاريخ البشرية. لأول مرة سيدة بتقطع زوجها إلى قطع وتضعه في 20 كيس بعد فصل رأسه عن جسده، وكمان بترميهم في أماكن متفرقة في الشارع. سميحة عبد الحميد دفنت رأس جوزها جنب الزبالة، وكمان سموها المرأة الشيطانة. أما عن ناهد الأفاص اللي نفذت الجريمة للمرة، وهي اللي أخذت قصة الفيلم المرأة والسطور من حكايتها القصة الحقيقية ولقبوها بالمنتقمة. هنيجي بقى للتقيل. سميحة عبد الحميد أول مرأة تاخد لقب إن هي قطعت جوزها بالسطور، وقطعته حتت، وكمان خدت تأشيرة سريعة لعشماوي وتم تنفيذ فيها حكم الإعدام مباشرة. هي ست ما كملتش 40 سنة بس جرمها خليها تقعد جنب ريا وسكين، وكمان ما حطتش في اعتبارها ان العشرة اللي قضتها معاه وكمان ان عندها عيال منه، ونفذت حكم الاعدام في الراجل الطيب اللي كان شقيان في عمله، وكمان هو كان اسمه امين، ومشيت في طريق الشيطان، وكانت أول جريمة تخرج للعالم تحت اسم المرأة والسطور. وسنة 85 بالتحديد في مركز جرجة تم زواج سميحة من الرجل الطيب وأنجبت منه 3 عيال، وبعد زواجه منها طبعا ظهرت الخلافات ما بينهم، وده بسبب ان امين حاله على قده، وهنا ظهر الشيطان عاكف وبدأ يتقرب منها وكمان يضحك على دماغها بالكلام المعسول. وكمان مش بس كده، لا ده كمان جاب لجوزها شغل في السويس في شركة علشان يبعد عنها تماما ويخلاله الجو مع سميحة. وفي الوقت ده سميحة ما كانتش تعرف انها على اول نفق هيكتب في التاريخ اول جريمة، وهي جريمة المرأة والسطور، وفي حين ان امين بيشتغل وبيكافح علشان مراته واولاده، طبعا عاكف استغل الامور وبدأ يلاغي وبدأ يهتم بسميحة، وللأسف نشأت ما بينهم علاقة محرمة وبقت سر سميحة وعاكف، وبقت سرتهم على كل لسان. ولما قبل اللي حصل ضرب مراته سميحة حتة علقة سخنة ما خدتهاش قبل كده، وطلب منها ان ما تشوفش عاكف تاني، وكمان سميحة تاني يوم في نفس اليوم اللي هي ضربت فيه فضلت تفكر بالليل والشيطان بيلعب في دماغها ان لازم تنتقم وازاي مش هتشوف عاكف بعد كده. لكن اللي حصل ان هي قامت الصبح وجابت مخدر وخدرت امين جوزها وكمان خدرت عيالها عشان تقوم بالجريمة اللي دبرتها طول الليل وهتنفذها الصبح. وفعلا
نيمتهم وتأكدت مناموا، وبعد كده جابت السطور وفصلت راس جوزها وحطته في شنطة، وكمان قطعت جسد جوزها لعشرين قطعة، وكل قطعة حطتها في كيس. وطبعا لما جت رمت الراس رمتها جنب الزبالة، ولقت ان الكياس كتير جدا، فما كانش هينفع ان هي ترمي كل الكياس دي مرة واحدة. ففكرت وشغلت دماغها وقالت ان هي احسن حل ان تولع في البيت كله. وسميحة ما اكتفتش بكده، لا جريت على عاكف عشان تبلغه انها اتخلصت من زوجها امين للابد. بس عاكف لما عرف كده سابها وهرب. وهي لما ولعت في البيت الشرطة جت والبوليس جه، وتم اطفاء الحريق، وكمان عثروا على بقايا جثة متفحمة اللي هي كانوا في الشنط، اللي هي جثة جوزها في الشنط اللي هي قطعتهم العشرين كيس. وبعد كده لما لقوا الشرطة لقوا كيس واحد بس من العشرين كيس ما تفحمش، والكيس ده كان فيه كف جوزها. ولما رفعوا البصمات لقوا ان الكف ده لكف امين زوجها، وبدأت الشرطة تبحث عن لغز القضية. وبعد فك اللغز طبعا اعترفت سميحة بكل حاجة، وكمان حكم عليها بالاعدام، وكانت بين ايدين عشماوي بتقول كلام غريب جدا ومش مفهوم. هنيجي بقى للقصة التانية اللي اتعمل عليها فيلم المرأة والسطور، وهي ناهد القفاص. وناهد القفاص هي صاحبة الواقعة الأساسية لفيلم المرأة والسطور. لما صحينا الصبح على في الجرايد على الصفحة الأولى على خبر بيقول إن عثور على قطع آدمية لشخص مجهول في الأسكندرية. وناهد القفاص هي متزوجة مرتين، كانت المرة الأولى من ساري عربي، والمرة الثانية من تاجر من الأسكندرية. ومن جوازتها الأولى من الساري العربي قدرت تحقق مبلغ حلو تعيش بيه هي وبنتها، وكان معاها اللي يكفيها ويعيشها كمان، مستورة هي وبنتها. لكن في اليوم الأخبر ده اللي هي قابلت فيه الهامي فراج، وقدر ان هو يوهمها ان هو بيحبها، وتأكد انها فريسة ليه لانها مبسوطة ومعاها فلوس. وبالفعل حبته ناهد القفاص، وكمان هو قدر ان هو يستغلها عشان يقدر ياخد منها الفلوس اللي معاها. وبعد ما اتجوزها للأسف عرفت ان هو نصاب، وكمان عايز يستغلها، وللأسف ان هو كان متجوز 17 واحدة قبلها. وفتشت سميحة وراه وقدرت تعرف حاجات كتير صدمتها، وهي انه باع شقتها الست اوض وراح اشترى فيلا في الكينج ماريو. لا وما اكتفاش بكده بس، ده كمان باع العربية بتاعتها كمان. وناهد في الوقت ده ما كانتش ناوية ان هي تعمل اي حاجة، بس اللي في دماغها كله ان خد مني كل حاجة بس ما يعملش اللي عمله معها او مع بنتها. وللأسف نزلت في يوم علشان تجيب حاجات من السوق، ورجعت على طول ما كملتش نص الشارع ورجعت على صريخ بنتها. ولما لقيتها بتعيط ومنهارة عرفت منها ان الهامي زوج امها حاول يغتصبها، وعلشان تنتقم من الهامي حاولت تكذب بنتها وضربتها بالقلم وقالت لها انتي كذابة، وخدتها في العربية وودتها عند جدتها. وفي الوقت ده وهي راحة عند والدتها تودي بنتها قررت انها تنتقم من الهامي شر الانتقام. وفعلا لما رجعت لقيته نايم، وهي خدت السكينة اللي كانت في طبق جنبه طبق الفاكهة، وراحت واخدة السكينة وطعنته طعنتين، كانت هما دول القاضية، واحدة في قلبه والتانية في صدره. وبدأت سميحة طبعا عينيها بعد ما شافت الدم كل ما تشوف الدم تبدأ تطعن أكتر، لحد ما سحبته في الحمام وقطعته لقطع وحطته في شنطة كبيرة، وحطت الشنطة دي في شنطة العربية ونزلت في شارع ضلمة جنب سور مدرسة ورمت الشنطة ورجعت على بيت والدتها ونامت 6 أيام ما بتتكلمش، لحد ما الشرطة فكت لغز القضية وقدروا ان هم يعرفوا ان هي اللي عملت كده وتم القبض عليها.
وبعد ما اتقبض عليها خدت حكم ب 25 سنة سجن المؤبد لناهد القفاص، وبعد تخفيف الحكم خدت 15 سنة سجن، وكانت أول قضية قتل ما يتحكمش فيها بالأعدام. وطبعا دي كانت القصة الحقيقية لفيلم المرأة والسطور.